صاحب رفقة قلب الميكروفون. أهلا بك معنا. أنت عمر في جمعية الأمن الخيرية، وكما تكلمت رئيسة الجمعية قالت أنكم تطلبوا مطعم كل سنة لإفطار الصائمين في هذا الشهر الفضيل، خاصة أنكم المطعم الوحيد في بلدية الملح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة بنوسة خضراء متطوعة، كنت متدربة متطوعة معاهم في الجمعية، بعد التطوع تاعي وليت معاهم مسؤولة، شفتهم يخدموني الشان وقايمين بالمطعم، قايمين بالشعب، وليت معاهم مسؤولة في الجمعية. أنا كنت نخدم مسؤولة في منظمة أبناء المجاهدين، جيت عندهم لقيتهم خدامين يخدموا غالي، ضميت لهم في الجمعية وليت مسؤولة. أنا درك راني حاكمة المقازا، السلعة اللي يجيبها الشعب وتجيبها يمين المرة تجيبها المخلة، نظمها في المقازا نستفها وتعطيني هي الموني تاع الصباح، شي طيبوا الناس النساء نخرج لهم الماكلة اللي طيبوها لهم ونوجدها لهم في الطابلة، يجوا هذوك الطيبات تاعنا يتاخذوا الإجراءات تاع النقاء النظام ويطيبوا لنا الماكلة. يعني تحاولوا أنكم كل يوم تكون كاينة وجبة مكمولة، شنو ديروا في الوجبة نتاعكم؟ خطرت على بالك تتلفنا في الليل، حنا مع 10 تاع الليل نبقاو نظموا، حنا ما نشاوروش، نجيو من 9 حتى 10 تاع الليل نشاوروا. يعني تفطروا في المطعم؟ تفطروا في المطعم مع العائلة تاعكم، تخرجوا العائلة تاعنا، حنا هذا ملي بدا رمضان رانا في المطعم. جميل. هي نوجدوا الموني خاطر ما يكونش كاين خطرات المصروف، هي بقى تخمم عليه تقول قدوة لا وجدنا هذاك الموني نديروه، لا ما يكونش هو ديبان بحاجة واحدة أخرى. أنا شفت في الصور أنكم ديروا وجبة كاملة من الطبق الرئيسي من الحليب المعروف هنا في الغرب الجزائري، السلطة حتى الفواكه، يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني عابر السبيل ولا الناس اللي محتاجين، فوجبة مكمولة. زعما هي الحمد لله زعما في الليل وقرنطين خاطش ما كانش مصروف، الدنيا كعفا بلي كوفيد الدنيا ما خداماش، وحنا الخفوف تاعنا السلال حاطينهم في الأخرين في الحوانيت على بالك ما محطينش فيهم، يحطوش فيهم الدنيا ماش قدامه. هي خطره تجبد من المال تاعها الخاص، تقول لك خصني هذا النهار نوكلهم، ما يخرجوش الدنيا على المسؤوليه. مسؤوليه يعني. مسؤوليه كبيره امامكم. هل السلطه تحاول انك تتصل بالبلديه مثلا انه يساعدكم في امور معينه، ام يعني اكتفيتم بالقدرات او الامكانيات الخاصه بالجمعيه وامكانياتكم الشخصيه؟ دوك السلطه ترى تشوفنا كي رانا نخدموا، كون يبغوا يعاونوا يعاونوا. نعم. هي درك احنا غير الشعب راه يعاوننا، الشعب الفلاحين هما المحسنين. رئيس البلديه نهار الاول عطانا حمون مصطفى عطانا زعما نصيب من الدراهم باش قلت بهم الناس العابدين السبيل، زعما جات طربر علينا، واحد اخر ما تبقى ما كانش ما شفناش. شكرا لك سيدة.